مرحبا يا أطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تجيكم هذا الأسبوع بذكرى استقلال الجزائر. إذن الجزائر استقلت في 5 جويلية 1962، لازم نعتز بهذا التاريخ. عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم سأحكيكم عن حياة الشهيدة واردة بالدار وبالإعلان عن النتائج. واش يدير عمو يزيد؟ يغني لكم أغنية النجاح. أبذلتوا مجهود وتعبتوا، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. علامات راهم في كل مكان، وكامل عمو يزيد لكم مفاجأة، هي أغنية نقول فيها علم الجزائر. تغنوا كامل معايا عالم الجزائر. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. والأصدقاء اللي يشوفوا فينا كذلك بإمكانهم المشاركة في الحضور كما أنتما عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، بالضغط على زرار آراء وملاحظات، ونجي لهنايا نقرأ رسائل تاعكم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب. عيد سعيد لكل الجزائريين، وعاشت الجزائر حرة مستقلة. يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا له، هيا نصفق ونغني له، تعالوا هلموا.